تواصل وزارة الخارجية عقد عددا من الجلسات النقاشية التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2024. هذه الجلسات تمحورت حول عدد من الموضوعات المهمة والتي تأتي تزامنا مع الاحتفاء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين. بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج، تتواصل الجلسات النقاشية في الملتقى الدبلوماسي السنوي والذي تنظمه وزارة الخارجية، حيث بدأت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بافتتاح أولى جلسات الطاولة المستديرة حول اتفاقية التكامل الأمني والازدهاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة. حوى اليوم عدد من المحاور المتميزة والتي يعني لا شك انعكست إيجابا علينا كلنا، يعني كل الحاضرين، وهذا أمر ليس بمستغرب على يعني الوزارة الموقرة التي تختار العناوين والمحاور المتميزة التي تصب في خدمة وتوعية بنفس الوقت وتوعية الموجودين من السفراء وجميع ممثلي وزارة الخارجية ومنتسبيها. المحاور حوت عناوين متميزة وغاية في الأهمية، وهذا ما نحتاجه بالفعل لتجديد البيانات والمعلومات التي يستحقها أو يعني يصب إليها كل منتسبي هذه الوزارة الموقرة. وانتقلت الجلسات النقاشية التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي حول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين ودول العالم، وذلك انعكاسا للعلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بين مملكة البحرين ودول العالم، وبما يحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والمساهمة في نمو القطاع التجاري. أعتقد أن هذه توجه جدا ممتاز لعلاقة البحرين المميزة مع العالم الخارجي، لأن سياسة البحرين الخارجية اتصفت بالودية والاتزان دائما، بدليل أن يوم جاء في التجربة الأولى التصويت حصلنا على 172 صوت من مجموع 174 صوت، إذن هي نسبة ساحقة وفوز ساحق. اشتغلنا وكنا أنا والفريق مالي بتوجيهات من المسؤولين أثبتنا أن نقدر نساهم في الأمم المتحدة وننتقل من مرحلة التلمذة إلى مرحلة الأستاذية. هذه الجلسات تعطي يعني للدبلوماسيين الجدد في وزارة الخارجية فكرة عن ما يدور داخل الأمم المتحدة. الشخصيات اللي تكلمت هي شخصيات ممارسة من الداخل، داخل الأمم المتحدة، سواء كانوا سفراء سواء كانوا دبلوماسيين. وأنا أعتقد البحرين عندها تجربة، يعني تجربة عظيمة، يعني لأن الدبلوماسيين من يعني من أزيد من 20 سنة يبنون سمعة البحرين، يبنون ما يعني أو أوريدي هما بنوا يعني دور البحرين وإمكانية البحرين، وأن يعني اقتناع البحرين بدور الأمم المتحدة في يعني تحقيق أهدافها. كما ونوقش خلال جلسات الملتقى الدبلوماسي الموضوع الأبرز حول ترشح مملكة البحرين لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة من 2026-2027، وما يتطلبه ذلك من تدريب للدبلوماسيين والتأكد من جاهزيتهم لهذا الحدث المهم، حيث ناقش المشاركون في الجلسة الرؤية والخطوات المستقبلية. جملة من الجلسات النقاشية والحوارية تعقد بالتزامن مع فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2024، وذلك لتبادل الأفكار والرؤى والتطلعات والوصول لأهداف مشتركة لتحسين وتطوير أداء العمل الدبلوماسي البحريني. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.